أبناء الطلاب، بنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، ونبدأ إن شاء الله درسنا لهذا اليوم، وهو استعراضا أو استطرادا للوحدات السابقة. تناولنا في الأسبوع الماضي الأنشطة الاقتصادية، اليوم إن شاء الله سوف نتناول الوحدة السابعة وهي مؤسسات الدولة. كالمعتاد دائما تعودنا استخدام الأدوات المساندة أثناء سير عناصر الدرس. الكتاب المدرسي صفحة 80 81 82 لابد من توفر قلم الرصاص لتدوين الأنشطة المصاحبة لنا في الصفحات المشار لها. الوحدة السابعة الدرس العاشر مؤسسات الدولة. إذا راح يكون درسنا لهذا اليوم عن مؤسسات الدولة. في البداية نتعرف على أهداف الدرس. لابد أن يصنف الطالب والطالبة المؤسسات الحكومية والخاصة. يسمي الطالب والطالبة مؤسسات الدولة من خلال شعار الوزارة الموجود داخل الكتاب المدرسي. يستنتج الطالب والطالبة وظائف مؤسسات الدولة. هذه بالنسبة لأهداف درسنا لهذا اليوم اللي مؤسسات الدولة. مؤسسات الدولة، نفكر ثم نستنتج. يعتمد مفهوم الدولة قديما على تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي وحماية الحدود، ومع التطور الذي نشهده ظهر مفهوم مؤسسات الدولة. فما أبرز المؤسسات في وطن المملكة العربية السعودية وما وظائفها؟ نعمل عملية عصف ذهني لمدة دقيقتان نتعرف على أبرز المؤسسات في وطن المملكة العربية السعودية وما وظائفها. نستنتج هناك نوعان رئيسان للمؤسسات، هما مؤسسات عامة ومؤسسات خاصة. إذن النوع الأول عندي مؤسسات عامة ومؤسسات خاصة. طيب ما المقصود بالمؤسسات العامة وما هي الأمثلة عليها؟ ما المقصود بالمؤسسات الخاصة وما هي الأمثلة عليها؟ المؤسسات العامة هي المؤسسات الحكومية، هي المؤسسات الحكومية، هي مؤسسات الدولة، ورح نعطي أمثلة على هذه المؤسسات. مؤسسات خاصة وهي المؤسسات التجارية، وهي المؤسسات التجارية. أبنائي وبناتي، نعرف جميعا أن المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة هي أجهزة حكومية المكلفة بمهام لخدمة الوطن والمواطن. إذن الهدف من هذه المؤسسات أو وظيفتها الأساسية هي خدمة الوطن والمواطن. لدينا في الكتاب المدرسي صفحة 80 صورتان. من خلال الصورتان نريد أن نستنتج ما هي المؤسسة الخاصة وما هي المؤسسة العامة. هذا المبنى كلنا دائما نشاهده، وهو مبنى وزارة الداخلية، مبنى وزارة الداخلية، وهي تعتبر من المؤسسات العامة، يعتبر من المؤسسات العامة. الصورة الثانية صورة مبنى تجاري، نشاهد محلات تجارية، نشاهد سلع، نشاهد أطفال، نساء، رجال، فهنا تعتبر سوق تجارية نسميه مؤسسة خاصة. طيب لدينا الآن مؤسسة خاصة ومؤسسة عامة. أمثلة على المؤسسات العامة لدينا وزارة، ورح نتكلم عن أمثلة على الوزارات التي تعد مؤسسات عامة. عندنا هيئة حكومية، كذلك برنامج حكومي، كذلك مستشفى حكومي. إذا من خلال الخريطة المعرفية أمامكم في الكتاب صفحة 80، مؤسسة عامة، وزارة، هيئة حكومية، برنامج حكومي، مستشفى حكومي. النوع الثاني المؤسسات وهي المؤسسة الخاصة. من خلال الخريطة المعرفية نستنتج ما هي المؤسسات الخاصة. لدينا سوق تجاري، مؤسسة تجارية، شركة، بنك، مصنع. راح يواجهنا بعد قليل إن شاء الله أنشطة من خلالها أو من خلال التركيز على هذين النمطين من أنواع المؤسسات
نستطيع أن نجاوب على الأنشطة المصاحبة في الكتاب. إذا مؤسسات خاصة، سوق نصنفه مؤسسة خاصة، مؤسسة تجارية نصنف على أنها تكون مؤسسة خاصة، شركة مؤسسة خاصة، بنك مؤسسة خاصة، مصنع هو مؤسسة خاصة. مؤسسات عامة لدينا وزارة، هيئة حكومية، برنامج حكومي، مستشفى حكومي. لدينا في الصفحة 81 من مؤسسات الدولة. لدينا نشاهد الآن وزارة الداخلية، شعارها شعار وزارة الداخلية، كذلك عندنا وزارة الشؤون البلدية والقروية شعارها، وزارة الأسكان وكما تلاحظون هذا الشعار وزارة الأسكان، وزارة الحج والعمرة كذلك يظهر لنا في الصورة شعار وزارة الحج والعمرة، وزارة التعليم وهذا هو شعار وزارة التعليم، وزارة الصحة أيضا هذا رمز أو شعار وزارة الصحة، وزارة الدفاع كذلك هذا الشعار يرمز إلى وزارة الدفاع، وزارة الثقافة نلاحظ جميعا وزارة الثقافة هذا شعار وزارة الثقافة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهذا كان درسنا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن حرفة الزراعة والرعي. طبعا المؤسسة التي تهتم بحرفة الزراعة طبعا هي وزارة البيئة والمياه والزراعة. أيضا عندي من الوزارات وزارة العدل، كل وزارة ولها شعار الخاص بها. إذن هذه تعتبر كلها مؤسسات للدولة نصنفها على أنها مؤسسات عامة، مؤسسات عامة. إذن بالرجوع إلى الكتاب المدرسي النظر إلى اسم الوزارة والشعار الذي يمثل الوزارة. لدينا في الكتاب نشاط رقم 1 صفحة 82 يحدد الطلب المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة في الجدول الآتي، بين قوسين لدينا شركة سابك، وزارة الداخلية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، شركة سيارات. في الجدول الذي أمامنا نصنف دمج مهارات التفكير، نستخدم دمج مهارات التفكير كما تعودنا دائما، ونصنف المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة لمدة دقيقتان، نصنف الوزارات والهيئات والشركات هل هي تعتبر مؤسسة عامة مؤسسة خاصة. لدينا نوعان مؤسسة عامة ولدينا أيضا مثالان على المؤسسات الخاصة. شركة سابك هل تعد مؤسسة عامة أم هي مؤسسة خاصة؟ وزارة الداخلية هل تعتبر مؤسسة عامة أم مؤسسة خاصة؟ الهيئة العامة للغذاء والدواء هل نصنفها على أنها من المؤسسات العامة أم نصنفها على أنها من المؤسسات الخاصة؟ شركة السيارات هل نصنفها على أنها من المؤسسات العامة أم من المؤسسات الخاصة؟ لمدة دقيقتان ممتاز رائع أحسنتم. إذن وزارة الداخلية الهيئة العامة للغذاء والدواء نصنفها على أنها من المؤسسات العامة، بينما شركة سابك وشركة السيارات نصنفها على أنها من المؤسسات الخاصة. أحسنتم رائعين. بعد ذلك سوف نتعرف على ما هي وظائف مؤسسات الدولة، المؤسسات سواء كانت مؤسسات عامة أو مؤسسات خاصة ما هي وظائفها. كلنا اتفقنا في بداية الحصة على أن وظيفتها هي خدمة الوطن والمواطن. طيب تقوم مؤسسات الدولة بوظائف متعددة لخدمة المواطنين والاقتصاد والمجتمع عموما، ومن أبرز تلك الوظائف 1 الحماية والأمن، الحماية والأمن. أيضا من وظائفها تطوير الاقتصاد، تطوير الاقتصاد. ما هي الوزارة التي تعني بتطوير الاقتصاد؟ لوزارة الاقتصاد. تنمية المجتمع أيضا من وظائف مؤسسات الدولة، تنمية المجتمع. كذلك
من وظائف مؤسسات الدولة لتنظيم العمل، توفير الخدمات العامة، كذلك تنظيم أنشطة الترفيه والرياضة، كذلك تشييد الطرق وصيانتها، كذلك توفير الأسكان. إذن ما هي وظائف مؤسسات الدولة؟ من أبرز وظائف مؤسسات الدولة الحماية والأمن، نجد عندنا وزارة الداخلية، وزارة الدفاع هي المسؤولة والمعنية عن الحماية والأمن، تطوير الاقتصاد، تنمية المجتمع، تنظيم العمل، توفير الخدمات العامة، تنظيم أنشطة الترفيه والرياضة، كذلك تشييد الطرق وصيانتها، توفير الأسكان. طيب، لدينا نشاط رقم 2، يستنتج الطلبة اسم المؤسسة الحكومية المناسبة للمهام الآتية من خلال وظائف مؤسسات الدولة. الحماية والأمن، ما هي المؤسسة المعنية بالحماية والأمن؟ أيضاً لدينا علاج المرضى، ما هي المؤسسة المعنية بعلاج المرضى؟ افتتاح المدارس، ما هي المؤسسة المعنية بافتتاح المدارس؟ تجهيز الجيش، ما هي المؤسسة المعنية بتجهيز الجيش؟ بالرجوع إلى شعارات الوزارات، لدينا وزارة الداخلية معنية بحفظ الأمن، وزارة الأسكان توزيع الأسكان، لدينا وزارة التعليم بالتنظيم معنية بالتنظيم، وزارة الصحة معنية بمعالجة المرضى، وزارة الدفاع بالدفاع عن حدود الوطن. خلال دقيقتان نجيب على النشاط صفحة 82. إذن يستنتج الطلبة اسم المؤسسة الحكومية المناسبة للمهام الآتية: الحماية والأمن أي مؤسسة، علاج المرضى أي مؤسسة، افتتاح المدارس. الحماية والأمن، هل هي وزارة الصحة أم وزارة الداخلية؟ علاج المرضى، هل هي وزارة التعليم أم وزارة الصحة؟ افتتاح المدارس، هل هي وزارة الأسكان أم وزارة التعليم؟ تجهيز الجيش، هل هي وزارة الداخلية أم وزارة الدفاع؟ خلال دقيقتان. ممتاز، أحسنتم. إذا الحماية والأمن وزارة الداخلية، علاج المرضى وزارة الصحة، افتتاح المدارس وزارة التعليم، تجهيز الجيش وزارة الدفاع، طيب، لدينا الفقرة باء من السؤال ونشاط رقم 2، هل يمكن أن تستمر المدرسة دون نظام؟ ولماذا؟ نعمل عملية عصف ذهني لمدة دقيقة. هل يمكن أن تستمر المدرسة دون نظام ولماذا؟ ممتاز، أحسنتم. الإجابة لا، طبعاً لا يمكن أن تستمر المدرسة دون نظام، والسبب في ذلك أو لماذا؟ لأن النظام يساعد على الانضباط وتنظيم المدرسة وهو الأساس، فلا يمكن أن تكون هناك مدرسة بدون نظام. إذا مسؤولية وزارة التعليم لافتتاح المدارس وأيضاً تنظيم الأعمال. هذه بالنسبة للمؤسسات ووظائف مؤسسات الدولة. طيب، نسترجع سويا قبل أن ندخل لتقييم الوحدة السابعة، الدرس اللي هي وحدة مؤسسات الدولة، لنتعرف على ما هي مؤسسات الدولة
مؤسسات الدولة عندي نوعين من المؤسسات، مؤسسات عامة ومؤسسات خاصة. المؤسسات العامة هي المؤسسات الحكومية، بينما المؤسسات الخاصة هي المؤسسات التجارية، وأعطينا مثال على كل نوع من هذه الأنواع. اتفقنا جميعا على أن الهدف من المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة هي خدمة الوطن والمواطن. من خلال خريطة المعرفية التي أمامكم صنفنا المؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة. المؤسسات العامة لدينا وزارة، هيئة حكومية، برنامج حكومي، مستشفى حكومي. مؤسسات خاصة لدينا سوق تجاري، مؤسسة تجارية، شركة، بنك، مصنع. هذه بالنسبة لتصنيف المؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة. تعرفنا سوياً على شعارات وزارات مؤسسات الدولة الحكومية، كذلك تعرفنا على وظائف مؤسسات الدولة، وذكرنا أنه من وظائف مؤسسات الدولة اللي هي الحماية والأمن، المعني فيها اللي طبعا وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، تطوير الاقتصادي، وزارة الاقتصاد، تنمية المجتمع. أيضا عندي تنظيم العمل، وهذه مثال على ذلك لوزارة التعليم، توفير الخدمات العامة، أيضا تنظيم أنشطة الترفيه والرياضة، أيضا تشييد الطرق وصيانتها، توفير الأسكان. ممكن أعطينا مثال على ذلك اللي هي وزارة الأسكان. بعد ذلك ننتقل إلى تقويم الوحدة السابعة في صفحة الكتاب 90. ما اسم الهيئة التي تقدم لنا خدمات إسعافية؟ ما اسم الهيئة التي تقدم لنا خدمات إسعافية؟ خلال دقيقتان يمكن أن نعمل عملية عصف ذهني لنتعرف على ما هي الهيئة التي تقدم لنا خدمات إسعافية. هل هي وزارة الصحة؟ أم هيئة الهلال الأحمر؟ نعمل عملية عصف ذهني. ممتاز، أحسنتم، هيئة الهلال الأحمر السعودي. إذن ما اسم الهيئة التي تقدم لنا خدمات إسعافية؟ هي هيئة الهلال الأحمر السعودي. السؤال رقم 2 في الكتاب، يحدد الطلبة أعمال وزارة الصحة. وزارة الصحة، هل هي إنشاء المستشفيات؟ هل هي إنشاء مراكز لرعاية المسنين؟ هل هي إنشاء مراكز لإيواء الأيتام؟ هل هو إنشاء المراكز الصحية؟ إذن أبرز أعمال وزارة الصحة، نختار اختيارين صحيحين من البدائل الأربعة لتكون الإجابة صحيحة. نختار اختياران مناسبان لوزارة أبرز أعمال وزارة الصحة. ممتاز، إذا من أهم أعمال وزارة الصحة إنشاء المستشفيات وإنشاء المراكز الصحية. وإنشاء المراكز الصحية. طيب السؤال رقم 3، يحدد الطلبة نوع المؤسسات الآتية. وزارة الداخلية، هل نصنفها على أنها تكون مؤسسة عامة أم هل هي مؤسسة خاصة؟ وزارة الداخلية صنفنا على أنها أن تكون مؤسسة عامة أم مؤسسة خاصة. أيضا الفقرة باء، مستشفى الملك فيصل التخصصي، هل هو مؤسسة عامة أم مؤسسة خاصة؟ الفقرة جيم، شركة سيارات، شركة سيارات، هل نصنفها على أنها مؤسسة عامة
أم نصنفه على أنها مؤسسة خاصة؟ الفقرة دال فندق، هل نصنفه على أنه مؤسسة عامة أم نصنفه على أنه مؤسسة خاصة؟ خلال 5 دقائق نتوصل لإجابة فقرة السؤال رقم 3. إذن يحدد الطلبة نوع المؤسسات الآتية، يحدد الطلبة نوع المؤسسات الآتية. أحسنتم، رائعين. إذن وزارة الداخلية نصنفها على أنها مؤسسة عامة، مستشفى الملك فيصل التخصصي نصنفه على أنه مؤسسة عامة، جيب شركة سيارات نصنفه على أنها مؤسسة خاصة بما أنها شركة، فندق نصنفه على أنه مؤسسة خاصة بحكم أنه إيش قطاع خاص، يندرج تحت القطاع الخاص. السؤال 4 الفقرة الأخيرة، يذكر الطلبة 3 مؤسسات حكومية بالرجوع إلى شعار الوزارة الموجود لدينا في الصفحة 81، صنفوا أو يذكر الطلبة 3 مؤسسات حكومية. يذكر الطلبة 3 مؤسسات حكومية. خلال 2 دقيقتين مطلوب 3 مؤسسات حكومية من اختيار الطلبة. أحسنتم رائعين. الأمثلة عندي وزارة الداخلية، وزارة الصحة، ووزارة التعليم. أحسنتم. إذن درسنا لهذا اليوم تناولنا مؤسسات الدولة، وصنفنا مؤسسات الدولة لدينا أن لدينا مؤسسات عامة ومؤسسات خاصة، وعرفنا الهدف من المؤسسات العامة ومؤسسات خاصة، الهدف منها هو خدمة الوطن والمواطن. كذلك تعرفنا على وظائف المؤسسات الحكومية في الدولة، استطعنا أن نجاوب على الأنشطة المصاحبة لدينا في الكتاب وأسئلة التقويم صفحة 90. شاكرة لكم حسن الاستماع، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.